امبارح على اثر تفويضكم ليا باش نعرف نقابلوا السيد رئيس الديوان في خصوص موضوع نتاع الوقفه الاحتجاجيه اللي منظمينها البارح واللي متواصله الى حد الساعه هذه. اتصلنا بالسيد رئيس ديوان سي عادل زرمديني والهول اش قال لنا هو؟ قال لنا اللي فما قرارات اتخذت اللي هي بالنسبه لتوفيق الشيخ ابراهيم انه قاعد تراجع على تكليفه بالنيابه على مندوبيه بنزرت. رسميا لم يقع تراجع سيدي الى حد الان. احنا نشوف بحسن النيه ان شاء الله يا رب يجيبوا نشوف بحسن النيه ما نشوفش قرار ثاني هو نقله الطرف الثالث في الاشكال هذايا اللي هو رئيس وحده التربيه البدنيه لتونس لاداره التفقد اللي هو شو اسمه اللي هو خالد جوادي معناها الناس كل نعرفوا. الاشكال الثالث واللي هو ما لقيناش فيه حل مبدئيا لانه سي عادل زرمديني يقول هو انه انهاء مهام سي منذر قلسم ما وقعش بناء على التحقيق اللي في المشكل اللي صار بين من طرف اربع اعوان والناس كل تعرفوهم يذول الاربع اعوان وتعرفوا سيرتهم وتعرفوا شنو شكون هما فهمني اللي قدموا شكايه مغرضه بالمندوب فهمني قال اللي التحقيق مازال متواصل ومازال ما اتخذتش اجراءات في التحقيق هذاك وانه انهاء المهام جاء بناء على حركه نقل تشمل ممكن اربع خمس مندوبين منهم مندوبيه بنزرت فهمني. طلب منا انه باش نرجعوا نواصلوا الخدمه اليوم خاصه انه عندنا المرتبات لازم باش نخرجهم وتوعد ووعد وعد انه باش يمكننا من ترخيص لسي منذر باش يواصل المهام نتاعو الاسبوع هذا او العشر ايام هذوما الى حين تصفيه الامور الماليه من المرتبات وغيرهم فهمني في انتظار انه يشوفوا حكايه انه قال يعني اسكو باش يقبلوا يعني تنفيذ القرار نتاع انهاء المهام قال انه يلزم باش يتنفذ سواء اليوم سواء بعد 10 ايام سواء بعد جمعه انه باش يتنفذ لكن انه وضعيه سي منذر يعني اسكو يقبل الدخول في حركه نقل نتاع المندوبين او ما يدخلش هذيك يعني يأخذ قرار سي منذر. بون بالنسبه للوضعيه الحاليه نحب ان نبلغ واني الزملاء رفضوا المقترحات هذه كل ما عدا ما قبل منه اللي هو توفيق الشيخ ابراهيم انه الغاء التكليف نتاع توفيق الشيخ ابراهيم. ترحيب بنقله رئيس وحده التربيه البدنيه خالد جوادي. بالنسبه للواحد الثاني يقول طلبات الاخيان انهم رافضين الحكايه هذه وانهم يحبوا يقعدوا متمسكين ببقاء سي منذر قلسم الى حين انتهاء التحقيق واذا كان يظهر انه سي منذر هو اللي اذنب ولا هو اللي اخطا ما يصيرش فما حتى مشكل. باهي اليوم انا نقول انه ما خلوني تعديت باش نخدم الشهريه الا بالسيف بعد ما حصلنا على العشره باش وصلنا وصلوا خلوني الوضعيه المندوبيه مازالت كما هي الاعوان في وقفه احتجاجيه متواصله ولا سابق ولا سيد في الحال كما يقولوا كما بلغت السي عادل هو انه البارح هو انه ماهيش الاطارات الاداريه برك انه الاطارات التربويه اطارات الشباب واطار العمال كافة الاطارات الراجعه بالنظر للمندوبيه جميع اطيافها في وقفه احتجاجيه مفتوحه.